نحن مقبلون على إجازة، وقد يقلل البعض منها أنها لمدة أسبوع، بينما هي وقت طويل جدا لمن أراد أن يستثمره، قرابة 144 ساعة أو أكثر. فالسؤال الذي أنا أوجهه لنفسي ولإخوتي، هل فعلا رتبت هذه الإجازة ترتيبا دقيقا لك ولأهلك ولنفسك وللدعوة إلى الله؟ كم يؤسفني أن تجد من الأخيار والصالحين من لم يفكر بعد كيف يقضي هذه الإجازة، أو لم يعدل فيها مع أهله وعائلته. أعرف عددا من الأشخاص وليس شخصا واحدا، بدون مبالغة لو قلت لكم أنهم رتبوها حسب هذا من أعلم، وليس فيها ساعة واحدة يمكن تقول أن تضيع عليهم. أخذوا جزءا منها لأنفسهم وأولادهم وأهلهم، وجزءا آخر للمسلمين، إما يسافرون للداخل أو الخارج للدعوة إلى الله جل وعلا، وقسموا الإجازة إلى نصفين، لا يلزم أن نكون متساويين من ناحية المدة. وقد يكون الإنسان أيضا ينجز أعمالا كثيرة، فأعرف هناك من طلاب العلم من عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه ويريد أن ينجز في هذا الأسبوع ما لا يستطيع أن ينجزه في شهر أو أكثر، خاصة إذا كان مرتبطا بعمل آخر كالتدريس. الشاهد لا نقلل من هذه الإجازة، أنا أعرف شبابا حفظوا القرآن في أقل من شهر، حتى يذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهو من المتقنين للقرآن لحفظه حفظ القرآن في أقل من شهر. وأذكر أن معنا شبابا عندما كنا في خلوتنا ومعتكفنا حفظ القرآن في 22 يوم. نعم فعلا، لا تلتفتوا لمن يقول أن هذا ليس حفظا، وهذا خطأ. لماذا؟ صحيح أنه أقول ليس حفظا راسخا، نحن لا نتكلم عن حالات نادرة من أصحاب النبوغ، لكن يبقى أنه مهم جدا. فكون الإنسان يحفظه في شهر أو أقل أو أكثر يكون مهيئا لحفظه فيما بعد. ويختلف الناس، ملكات الناس وقدرات الناس، لا يقيس الإنسان الناس على نفسه، قل كل يعمل على شاكلته. فأقول يستطيع الإنسان أن يحفظ في هذا الأسبوع عدة أجزاء، إن لم نقل يحفظ الثلث، يستطيع أن يحفظ ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء أو أقل أو أكثر. يستطيع أن يحفظ بعض الأحاديث، أن نقرأ بعض الكتب. وإذن البدايات تتعلق بالنهايات، فكون الإنسان يبدأ ويستغل هذه الأيام. والذي أيها الأحبة قاعدة جميلة جدا، الذي يستثمر اليوم، لا أريد بالغ أقول الذي يستثمر الساعة لن يضيع الأسبوع، والذي يستثمر الأسبوع لن يضيع الشهر، والذي يستثمر الشهر لن يضيع السنة، والذي يستثمر السنة لن يضيع عمره، والعكس. وسأذكر قصة جميلة. حكيم بن حزام، وأشرت إليها سابقا، كان من تجار العرب، وهذا قبل الإسلام. كانوا إذا وقعت مقتلة بين العرب يأتي ناس يصلحون بين الفريقين ويتحملون الدماء، المصلحون يتحملون الدماء من الفريقين، يقتل من هؤلاء 20، هؤلاء 30، إذن العدد 50، كل دية في 100 من الإبل، يعني كم عليهم؟ 500 من الإبل. فماذا يفعلون؟ طبعا لا يستطيعون، وكما في حديث قبيصة، من تحمل حمالة، هذه حمالة تسمى، تحل لهم الزكاة. فيأتون يذهبون للتجار، يذهبون لأهل الإبل يطلبون منهم إعانة، وكانوا يعطونها. فذكر لهم حكيم بن حزام، هم لا يعرفونه، فذهبوا إليه في مزرعته. فلما جاءوا إليه فإذا هو في داخل المزرعة يجمع أعوادا صغيرة ويربطها، أعواد في المزرعة، قد تكون أعواد عنب أو أعواد. فالتفت واحد الآخر قال هذا توقع يعطينا ناقة؟ هذا الذي جالس يجمع الأعواد. قال يا رجل نحن جئنا يكلموا، سلموا عليه، ماذا عندك يا أخ العرب؟ قالوا نحن تحملنا حمالة نريد يعني. قال انتظروا حتى أنتهي من عملي. وذهبوا وانتظروا حتى جاء، ثم ضيفهم.
قال ماذا عندكم؟ قالوا كذا وكذا، وتحملنا حمالة بين فريقين. قال أين حبالكم؟ كانوا متعودين أن إذا وهم يدورون لازم يكون معهم حبال يربطون فيها الإبل. قالوا هذه حبالنا. قال انظروا هذا الوادي، ما ربطت حبالكم فخذوها لا ترجعون إلي. فضحكوا قالوا لا ندري من أي أمرك أعجب، هل من جمعك هذه الأعواد الصغيرة أو من تقول لنا ما أخذوا 100 ناقة ولا أقل ولا أكثر؟ ولم يسأل عن مقدار حبالهم، ما ربطت حبالكم خذوها. فقال لا عجب، لولا هذه ما جاءت هذه، لولا هذه الأعواد الصغيرة والاهتمام بها وحفظها ما حصلت على هذا الخير. وهم التجار معروف، وفي حديث وله قصص في التجارة عجيبة جدا، أنه كان ينهى عن كيف توضع ماله وكيف ويأمر كيف توضع. إذن هكذا المحافظة على الإجازة لا تفرط فيها، والله فيها خير عظيم جدا، فخططوا لها ورتبوها بعفوية. نعم، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الإجازة المباركة، وأعطوا وأطعموا أهلكم منها والله أعلم، فخيركم خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي، حتى إنه يأخذ ويقرع بين زوجاته في الغزوات.